فورس كليك بلانيت. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل فويس كليك بلانيت على حسابك الخاص إيمو. سوف نتعرف على طريقة إلغاء هذه الميزة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على صورتنا المصغرة في الأعلى، ثم بعدها نأتي إلى نافذة حسابنا الخاص، نقوم بالضغط على الإعدادات، وبعدها سوف نأتي إلى نافذة الإعدادات، نأتي إلى الخصوصية هنا نقوم بالضغط عليها، ثم بعدها سوف نأتي إلى نافذة الخصوصيات الخاصة بنا، نأتي إلى الأسفل، ثم بعدها نأتي إلى هنا Voice Clip Planet، نقوم بإلغاء تفعيلها من خلال الضغط على العلامة الزرقاء هنا، وبعدها كما ترون أصبحت باللون الأبيض، يعني تم إلغاء تفعيل Voice Clip Planet على حسابك الخاص إيمو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.